يصعب على المغامرات وعلى الحكومة تعديل مقتضيات مدونة الأسرة خارج نوع من التوافق والإجماع الوطني، لكون مدونة الأسرة في 2004 تم اعتمادها بعد ما يعتبر تحكيما ملكيا. وبصراحة كان هناك تخوف من الفاعل السياسي في كل المستويات من أن يفتح هذا النقاش حتى لا يقود مرة أخرى إلى نوع من التنازع والتقاطع. وسمعت نفس الجواب ديال وزير عبد الحارس السعد الضيفوني في منين بدات تسال على مدونة الأسرة وإمكانية التعديل، فجأة خطاب العرش المعني بهذه القضية هذه وأطلق هذا الوجه. هذا إيجابي، إذا نحن اليوم في تمرين حقيقي أعتبره تمرينا ديمقراطيا إذا استطعنا أن ندبره بالطريقة السليمة لمساءلة نص مهما كانت خصوصيته فهو قانون. مدونة الأسرة عنده خصوصية طبعا، ولكنه قانون طبق في المغرب الآن قرابة 20 سنة، فهذا حان الوقت لإجراء مراجعة تكون مفتوحة على 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 النقاش بناء على المعطيات اللي أعطاها لنا الواقع، ونعدل ما يجب تعديله لأنه ليس نصا مقدسا، ولأنه ليس نصا مقدسا فهو يستوجب الحرية والحوار وأن ندبر حنايا كمجتمع مغربي بكل مكوناته هذا النقاش فيما بيننا دون أن نضطر مرة أخرى للعودة إلى شي نقطة نحتاج فيها تحكيم ملكي أو غيره، وغنستطيع نبين على واحد النوع ديال النضج السياسي الذي نرجوه جميعا في تدبير كل القضايا ديالنا ما دام عندنا قواعد دولة الديمقراطية ودولة المؤسسات. فبالنسبة لي نقاش مدونة الأسرة كغيره من النقاشات ليس مفصولا مطلقا عن معركة الديمقراطية ومعركة التحديث ومعركة تقوية المؤسسات وتقوية أدوار الفاعلين، باش كل واحد يدير شغالاتو ونعرفو نحترمو هاد الأدوار. هذا الأول، المسألة الأولى. المسألة الثانية، ملي اقترحت عليا الإخوة الأخوات اقترحت هاد العنوان ديال لأنه أهم من القانون كاين مقاربة التعاطي مع القانون، حيث مدونة الأسرة بحال قانون جنائي بحال قوانين حساسة في المغرب، أهم من المضامين هي المقاربة التي يمكن أن يتناول بها النص حتى لا تقبل باش تكمل باش تخرج الضوء. لذلك يجب أن نرافق هذه اللوائح من نوع ديال الكومبانيون ونحرصوا فيه على أنها تخرج، وإذا ما تخرج بحال يوقع التعديلات القانون الجنائي اللي فيها جزء من هذا الشيء اللي كان مقشور اليوم في علاقته بمدونة الأسرة. إذا هذه المقاربة بالنسبة لي لابد وأن تقوم على قيمة، وأنا بالنسبة لي القيمة اللي تأسست عليها أصلا مدونة الأسرة وذكرت بها الديباجة ديال 2004 هي قيمة الإنصاف. ما يمكنش نتناول هذه الإشكاليات كلها إذا كانت توقع مظالم على أحد أطراف الأسرة. المرأة وقع عليها مظالم كثيرة بينها المخلصة، الأطفال والرجل كذلك. ولذلك أنا مهم بالنسبة لي في الطاعة مع الضرش نبع دورا إن شاء الله الأخ الأمين معاه والسيدة الرئيسة. هذه ماشي معركة ولا يجب أن تكون معركة بين الرجال والنساء. الأسرة، وأنا أتفهم ديك الروح اللي حكمت الخطاب الملكي الأخير بخلاف الروح اللي كانت في 2004 إلى لاحظتوها. هذه ماشي معركة بين الرجال والنساء، الأسرة وخصوصا مازال عندنا في المغرب أسرة بين الرجل والمرأة، ويجب أن نحافظ على ذلك في وجهة نظري، وينتج عنها أطفال. إذا أي مقاربة تبعدنا على العمق القيمي التي خلف لنا هذه الإشكاليات التي تناولها الإخوان الأخوات، أنا بالنسبة لي المقاربة القانونية دائما ستكون قاصرة. ما غنعاودش نرجع للنقاش أيهما أسبق، واش مجهود بيداغوجي مجتمعي على مستوى الثقافة على مستوى العقلية والقانون. أنا بالنسبة لي كل واحد عنده دور مهم، ولكن إذا كانت الأسرة تقوم أساسا فبروح ديالها وفي مدونة الأسرة الشرع وارد في الديباجة بناء على أحكام الدين ديالنا والشرع ديالنا الذي يتحدث عن الأسرة باعتبارها ميثاق غليظ محكومة بقيم المودة والرحمة، وفي حالة الطلاق مساك بمعروف أو تسريح بإحسان. خصنا نتسألوا على شنو هي السيرورة الاجتماعية اللي حطمت لنا هذه القيم واللي رجعت عندنا هذه الإشكاليات كلها اليوم في الأسرة. الطلاق بالنسبة لنا اليوم في المغرب ولا حرب
الاولى ينطلقوا وبين الاسرتين جوج والضحيه بيناتهم هما الاطفال. اذا منين نرجعوا نحاولوا نعالجوا هذه الاشكاليات، لانه اللي كنسولوا قضاة الاسر شوفوا القضايا غير ملتمسات النيابه العامه في اللي قدمتها حسب تقرير رئاسه النيابه العامه 2021 في قضايا التطليق وصلت الى 113,000 ملتمس قدمته بخصوص قضايا طلب التطليق، هو عدد كبير. ونسولوا في المحاكم اشكاليات ديال الحضانه والولايه الشرعيه والنفقه والزياره، مهول هذاك النوع ديال الصراع الذي اصبح يحكم اطراف الاسره بعد انهيار ميثاق الزوجيه. وانا بالنسبه لي كما كيقولوا لنا القضاه ديال الاسره، انا انطلقت من التقرير ديال رئاسه النيابه العامه 2021 كيقول لك انتم الان كتعالجوا كمشرعين من الماده 16 اللي كانت تحت فيها اجل انتهى الاجل ديال دعوات سماع الدعوات ديال ثبوت الزوجيه 2019. القضاة شنو كيقولوا لنا؟ كيقولوا لنا انتم المشرعين داكشي ما كتقدروش تحلوه، كترميوه لنا وكتخلونا حنايا في مواجهه المجتمع. تحملوا مسؤوليتكم اولا كصانعي السياسه العموميه وثانيا كمشرعين. داكشي علاش المحكمه طلقت تدخل كتقول لهم اليوم ووثقوا عقود الزوجيه التي نتج عنها اطفال الناس تزوجوا بالفاتحه، لانه في راس مشار السيد امين العام الماده 400 في مدونه الاسره اللي كتقول لك احكام المذهب المالكي كتبقى حاكمه. باش اللي كيوقع في المحاكم كيمشيو الناس كيتزوجوا زواج الفاتحه وكيولدوا الاولاد وكيكبروا الاولاد وكيجيو قدام القاضي كيجي الراجل كيقول انا هاد المراه راه مرتي على سنه الله ورسوله، درنا العرس بحضور الاسره والعائله وكلشي عارف، وهاد الوليدات راه وليداتي ديالي انا الاب ديالهم الشرعي. مدونه الاسره لحوق النسب راه بين الفراش بالنسبه لهم كاين لانها علاقه بشي بالنسبه لهم شرعيه اقرار، هذا ديجا راه يقرروا الاب والشبهه، ولكن جوج على الاقل متحقين. كيجيو هاد القضاة كيقولوا لنا حنايا من باقي كنا في البرلمان كان كيقول دابا شنو نديروا لهم في رايكم وشنو نوثقوا لهم هاد العقود الزوجيه ديالهم ولا لا. انا بالنسبه لي هاد الاشكال اللي تستغل فعلا في تزويج الفتيات القاصرات، السؤال ديالو الحقيقي الذي يهرب منه الجميع هو علاش هاد الاباء ولا هاد الراشدين كيزوجوا الفتيات الصغيرات. شنو هي نوعية السياسة العمومية في المغرب اللي مازال كتخلي البنات في 18 سنة ما كيمشيوش للمدرسة وما كيقراوش باش يتأهلوا باش وكتديهم الأسر أقل من 18 سنة؟ وغوزمون كو حسب توجيه النيابة العامة ما بقاش عندنا تزويج الفتيات القاصرات أقل من 17 سنة في التوجيه، لأنه وقع واحد النقاش كبير داخل هذه القبة حول المادة 20 اللي كتسمح في النهاية حسب بحث اجتماعي وخبرته الطبية القاضي باش يزوج البنت القاصر قبل من 18 سنة بدون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة وهو 18 سنة. الحقيقة اللي متحصلة هو أنه القاضي قانونيا كنقول قانونيا ماشي بالممارسة يمكن يزوج البنت قبل من 18 سنة بدون حد أدنى لهذا الزواج. وكانت هنا مقترحات ياهو مع نقاش حول المنع ديال هذا المقتضى، او على الاقل نمشيو بطريقه متدرجه ونوقفو 16 سنه ما يزوجش القاضي قبل من 16 سنه. الان جات الواقع الممارسه في المحاكم، السي سعود ياكد لي هادشي، ولات يمكن حالات تكون عديمه او نادره. دابا كنتكلمو على زواج من 17 و 18 سنه. انا بالنسبه لي راه الحقيقة أن الإشكال في المغرب إشكال سياسة عمومية حقيقية، حيث البنات اللي كيمشيو للمدرسة وكيقراو وكيتأهلو ومعتنين بالأسر ديالهم راه قبل 18 سنة باش تبقى متزوجة. داير الواقع اليوم إلا بغينا نواكب التحولات الإجتماعية كتقولنا حتى بنت 18 سنة راه باقا دالا، لا 18 ولا 20 ولا كنا في الأسر وكنا عندنا ولادنا وبنياتنا قادة على تحملنا مسؤوليات الأسرة. إذا راه كاين إشكال حقيقي ديال سياسة عمومية تنتج مآسي في تحليل الوضع الاقتصادي.
الاقتصادي والاجتماعي، واحد. جوج، كاين اشكال حقيقي على مستوى منظومه القيم في المغرب. ما معنى اليوم ملي كيتفارق الاب والام في الزواج، وهو ربما يصلحون بالاحسان، كيخليو البنات بيناتهم، الاب كيهرب من النفقه، ما كيبغيش ينفق، كينتقم من هذيك الزوجه السابقه، وين على الوليدات حاضنه لهم في كل الامور المتعلقه بالولايه الشرعيه، كيبغيو كاين هذه الانتقالات في المدارس والوثائق الرسميه، الكارت ناسيونال، كاين ممارسه الدار البيضاء باش دير بطاقه وطنيه للطفل، الام الحاضن، واخا يعطيها الاب وكذا، يعني واخا يكونوا كاع مفاهمين ويعطيها الابن باش تخرجوا، كيقول لها لا خصها يحضر هو. هذا كنتكلم على اللي مفاهمين، فهما كتعرفوا الام اللي ما كيكونش كاع ما يعطيها نفقه، ما كتشوفوا هي اللي تعيط له بالتليفون باش تقول له الله يرحم لك الوالدين، غير اجي نشوف هاد الوليدات راه كيتعقدوا لي نفسيا، راه كيسولوا على وليدهم، ما كنطلبوش حتى شي حاجه. وفي المقابل هي تقيمتي مصنده باش الام تمنع الاب باش يزوروا وليداتو. تصوروا اليوم في المحاكم ديال الاسر شحال ديال الرجال كيعانيو مع الزوجه السابقه ومع والديها، بسببها اللي كانوا في واحد الوقيته نساو السابقين، اللي كانوا في واحد الوقيته كيلعبوا دور الحكم باش ما يشوفش وليداتهم، وإلا شافهم تمشي يجي تسعود الصباح ومفوت قضايا ردهم ستة العشية، ولا ما ردهمش ستة العشية، وكاين يلقى راسو في تهمة اختطاف الأطفال، وما يباتوش معاك وما يمشيوش عند والديك وما يمشيوش في الوقت اللي الأصل أنه يعيد التعليم، امرأة وراجل من الأطفال بينهم جوج العائلات، مازال هذوك الأطفال راه ولاد شنوهم هنا وشنوهم هنا، وأنه راه الأصل أنه خصنا مراعاة المصلحة المفضلة للطفل تبقى في هذا الإطار. ولذلك أنا اللي بغيت نقترح في مراجعة مدونة الأسرة، قاضي الأسرة حاليا اللي كنبغيو نخليو له حتى في المذكرات والاقتراحات، كنقولوا التفكير في الحضانة المشتركة، الولاية الشرعية، أنا على فكرة ضد إسقاط الولاية الشرعية ديال الأب هكا أوتوماتيكمون، ولكن مع تدخل القضاء حينما يستعمل الأب الحق ديالو في الولاية الشرعية في الانتقام من هذيك المرأة، في عاقلة الحياة الإدارية والمسارات ديال باش نكونوا منصفين في المسارات ديال الطفل. ولكن القاضي شفنا بزاف ديال قضاة الأسرة كيقول لك ما تعطيونيش أنا هاد المسؤولية، أنا ما عنديش الإمكانية ملي كيجي عند الراجل المرشد كيقول لي كيكذب عليا، كل واحد كيتكلم كيبان لي هو المظلوم وهو اللي واقع عليه الحيف، بغيتو تعطيوني اجتهاد باش أنا نقرر بحال اللي كيوقع في أنظمة المقارنة، إمكانية تعطى الحضانة مشتركة بين الأب والأم، الولاية الشرعية نشوف فاش كتطلب المرأة باش تدخل قضية البلوكيل هذه بروسيدور أدمينستراتيف وغيرها، الآن عطيوني الإمكانية. لذلك لابد من تقوية المؤسسات المساعدة، لعل مؤسسات المساعدة الاجتماعية اللي حاول القانون الجديد ديال التنظيم القضائي يقويها، ولكن أنا بالنسبة لي لابد من الاعتناء بها، لأنه النص وحده مهما دققنا فيه حينما يتعلق بالأسرة والمكونات ديالها الإنسانية، باش نختم، الرجل والمرأة والأطفال، مهما دققنا في النص كمشرعين وحاولنا نفغويو الإشكاليات التي يمكن أن يتصرف منها الظلم ولا الإنصاف تجاه المرأة، ونتكلموا على ما يحدث بعد الطلاق، الممتلكات المكتسبة في خلال فترة الزوجية، 2004 كتقول لك عقد ملحق، نديروا عقد ملحق للتدبير، وإلا ما مشيناش ما عندناش وسائل إثبات، نعود للوسائل الإثبات التقليدية، اللي عنده شي حاجة تثبت يجي يقول لك راه الممتلكات ديالي الآن، واقع القيم الإجتماعية عند الأسر المغربية كيحشموا. يتواو هما يلاه كيتزوجو ويتشبعو باش الأب يقولو لا جي نكتبو كيفاش غنديرو، وإلا تفارقتو الناس كيحشمو نتكلمو على الفراق في اللحظة ديال الزواج، ولكن مع ذلك راه هناك مظالم كثيرة تقع على النساء، وشفنا في ورشات ومع الفوضات ومع النيابة العامة ومع الجمعية النسائية على النساء أما بعد الطلاق. لذلك بالنسبة لي مؤسسة قوية قادرة على أن تجري أبحاث تلحق بقاضي الأسرة باش يتخذ القرار في إطار اجتهادي قضائي باش تعم قيم الإنصاف والعدل، وهي القيم الشرعية ديالنا تجاه الأطفال والمرأة والرجل، واحد. جوج، اللي هو أيضا مهم بالنسبة لي، أن القانون يتأهل باش يلاحق الإشكاليات الاجتماعية التي تحدث، سواء فيما يتعلق ب
لتزويج الفتيات القاصرات ولا استغلال هذه المادة في التعدد، وهذا الشيء راه حاصل في واقع الممارسة، لأنه شنو معنى هذا اللي كيتكلموا بالشرع وكيمشي كيتزوج كيخبي على المرأة ديالو أنه مزوج وكيمشي كيولد مع هذيك المرأة اللي تزوج بها زوج فاتحة، هو ديجا بعدا واقع خارج القانون، لأنه إلا حصلت مع هذيك المرأة اللي هي مراته خارج القانون ما عندهمش عقد الزواج راه تتوقع مظالم كثير على هذيك المرأة التي يمكنها أن تتابع بالخيانة الزوجية ولا بالفساد، وإلا مشات توقع بيناتهم مشكل دون توثيق عقد الزوجية وطلقوا راه الإشكال الكبير والعنف الكبير يقع على المرأة وعلى ما يمكنه أن تجيبه من الأطفال خلال هذه الفترة. فلو فينا هو الشرع القائم على العدل في الإجراج ويقول لك الله أن تشوف اجتهاد ديالية الزوجية وهو رجل متزوج في إطار في منظر الإمام كان مصدر التعدد حتى هي فيها إشكالات. الخلاصة بالنسبة لي أنه بدون مؤسسة حقيقية ثم باش نختم بها وهي أساسية عندي لأنه كنا طرحنا بزاف على نماذج ديال دول عربية وغير عربية مؤسسة حقيقية للوساطة في القضايا الأسرية. واش كتعرفوا شحال ديال النجاحات تتحقق؟ ما نهضروش على تأهيل الرجال والنساء قبل الزواج باش يمشيو مؤهلين ويدخلوا ويعرفوا شنو هي المسؤولية، ولكن ملي توقع مشاكل قد تؤدي إلى طلب أحد الأطراف الفسخ ولا الطلاق يعني وقف العلاقة الزوجية، المؤسسات الوساطة كتلعب دور كبير. وحنا استمعنا إلى شهادات ديال قضاة الأسرة اللي ما كيحيلوا على المجالس العلمية المحلية، يعني كيكونوا قضاة متنورين كيقدوا يواكبوا هذول اللي كتكون وساطة حقيقية، شحال ديال الإشكالات كتحل. ثم إشكالية الوساطة تبع الزواج هذيك القضايا ديال النفقة، الرجل ما كينفقش، الحضانة والبلاد الشرعية وحق الزيارة وصلة الرحم اللي سمعنا أوسي لآباء كثار اللي ولات كتوقع عليهم مظالم كثيرة في هذا السياق هذا، هو كينتقم منها في الولاية كينتقم منه في حق الزيارة، ولينا في إشكاليات حقيقية. إلا استطعنا نأهلو مرة أخرى مؤسسة مفشوة كما نجي تساعد قضاة الأسرة غنكونو كنحرصو على الأسرة باعتبارها الخلية الأولى اللي خصنا كلنا يكون لها جزئية الأساسي هو أننا حريصة على تماسكها في المجتمع. راه كنشوفوا الاشكاليات ديالو التقديريه والتربويه مع التحولات اللي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيره، راه كتبقى الاسره ضمانه اساسيه وهو ما اكد عليه ما يكون في الطفل. شكرا.